ورحمة الله وبركاته. هذه تتمة ديال السلسلة كيفية حجز موعد بالنسبة للفيزا. دابا غادي نشوفو, شفنا في الفيديو اللي فات شفنا وحدة ديال النمسا, يعني ديال النمسا البرتغال, السويد, يعني هولندا نفس الطريقة عندهم في اف اس. من بعد شفنا ديال بي ال اس ديال اسبانيا كيفاش تاخذ الموعد. دابا غادي نشوفو ديال فرنسا تي ال اس, يعني تي ال اس فيها فرنسا, فيها بلجيكا, فيها ايطاليا. يعني تي ال اس اول حاجة بالنسبة لفرنسا كانت قبل كتدخل كنتي كتعيط غير تي ال اس للسونتر تي ال اس كونتاكت وكتاخذ رونديفو يعني في التليفون. دابا فرنسا حيدات هاد القضية ابارتيغ من 1 ديسمبر 2018, ورجعوا خصك لا بدا يعني تعمر الفورمولير. شحال هادي كنا كنعمرو الفورمولير, كنعمرو غير بيدينا. دابا ولا الفورمولير كيتعمر يعني الكترونيك, كتكتبو يعني بالبيسي و تيخرج مطبوع من البيسي. دابا لجؤوا لواحد السيت اللي هو دي فرونس فيزا غوفيرنمون ماروك, كتبك عليه هو هذا اكوي فرونس فيزا غوفيرنمون. دابا لا بدا خصك دوز من هاد السيت, يعني تقيد عندهم كدير ادريس ايميل وكدير كونت ديالك, ها هو كدير مون كونت, كتكري هنا فين كتكري الفورمولير وكيعطيك واحد نيميرو دو ريفيرونس. داك نيميرو دو ريفيرونس هو باش كيمكن لك تكمل لي زيتاب ديالك في تي ال اس, حيت كتحتاج داك النيميرو دو ريفيرونس افيك ان ريسيبي. دونك كنديرو مون كونت. بالنسبه هنا الى ما كانش عندك ديجا كونت, كدير لو نون ديالك, لو برينون, ادريس ايميل, ادريس الكترونيك, ادريس كوريال, هذه الادريس ديال الدار, ادريس الكترونيك, دوموند كيل فيز, دوموند لا لونغ باش بغيتي يكون الفورمولير تي فرونسي ولا انجليش فرونسي, وتدي كود فيريفيكاسيون كريي ان كونت. كيجيك الايميل, يعني كيجيك في الايميل اللي درتي كيجيك واحد لو ليان فيه الكود داكتيفاسيون, كتبك عليه كدي اكتيفي مون كونت, كيتكريالك الكونت, كتولي تدخل داك الساعات كتعاود تحل من جديد. يعني كدي فرونس غوفيرنمون فيزا ماروك, تعاود تحلها الى مشات لك لاباج, كتجي لهنا. من بعد فاش كيكون اكتيفي عندك الكونت, كتجي كدي مون كونت باش غتدخل ليه. فوالا, دونك كتدخل الايميل. انا نسيت ان ايميل دوت مي حيت كنت كريت واحد, كريتو شحال هادي ما عرفوش, راني عاقل على المعلومات الكافية. نجرب صافي, هو هذا ديالي. نعم كتعطيك هنا اونجستري لا بغيتي تونجستري, سينون دير جامي ماشي مشكل. هنا كتعطيك بالنسبه انا ديجا عندي اون دوموند كريي, دونك غنديرو كريي اون نوفيل دوموند باش نوريكم كيفاش كدير لي زيتاب. هنا كيعطينا هاد لاباج هكا كما كتشوفوا, تلاحظوا الاخوان, رومبلير فوتر دوموند دو فيزا, allez accéder, donc remplir votre demande de visa, création du groupe, formulaire de demande de visa. Accéder à la demande de visa, et tu vois qu'il a déjà créé ce compte. Voilà. هنا كتبدا, هنا كتكون عندنا انطلاق ليو دو ريزيدونس ماروك, فيل دو ديبو, هنا كتختار المدينه ديالك على حساب الا كنتي من اكادير, مراكش, فاس, رباط, كازا, طنجة, وجدة, على حساب السونتر فين كاين انت. مع دابا انا كاين فاس, نقدر ندير
fesses, maintenant. Type de demande de visa. Court séjour, moins de 80, moins inférieur ou égal 90 jours. Long séjour, هذه بالنسبة اللي عنده فيزا ديال لون سيجور، يعني ديال الخدمة ولا ديال الزواج، يعني كتكون لون سيجور. ولا ترانزيتير ايروبورتوير، هذه فحال دابا إلا كنتي غتسافر فحال دابا لكندا ولا الميريكان، ولا فحال دابا مثلا باغي تمشي لدبي ولا المهم أي بلاد، وباغي غير هات يعني غير غتنزل في المطار باش تبدل الطيارة، كتخصك فيزا ترانزيت. يعني تيب دو فيزا نديرو كور سيجور، يعني هي ديال التوريزم اللي قل ولا ايكال 90 يوم. توريزم تيب عطاني هنا نومبر دو جور دو فواياج، شحال غتسافر منها، شحال تجلس على برا، يعني شحال باغي تجلس في فرنسا، ولا ماشي غير بالضروري في فرنسا، بحال تجلس في فرنسا اسبانيا، المهم شحال باغي تجلس في الفواياج ديالك كامل في ليسباس شينغن. بحال دابا انا باغي نجلس مثلا 6 ايام في فرنسا، يومين 3 ايام في بلجيكا، 3 ايام في المانيا، يعني الا حسبت التوتال ونرجع بحالتي، يعني عندي تقريبا واحد 6 ايام في 3 ايام في 3 ايام، يعني عندي تقريبا 12 يوم كنديرو لهم 12. ديستيناسيون برينسيبال، يعني فين باغي تمشي، باغي تمشي لفرنسا ميتروبوليتان، موناكو، غوادالوب، هادو بحال اللي قلتي بحال اللي قلتي فرنسا مقسمه بحال اللي نقولوا على ولايات. هي نورمالمون الا بغيتي تمشي ليل دو فرانس كنديرو فرانس ميتروبوليتان. ليل دو فرانس فيها باري، هي اللي فيها لي زونفيرون، ولكن هي اللي فيها باري. هنا كيعطيك اوتوريتي اي ميتريتير دو باسبور ماروك بيان سور، واللي بالنسبه لي الجيريان ديرو الجيري، بالنسبه لي تونيزيان تونيزي. Document de voyage, passeport ordinaire, numéro de voyage. بحال دابا مثلا هذا هي وهمي ماشي ديالي بيان سو، حيت انا ما كرييش، حيت ديجا عندي كيكونوا جوج ارقام وسبعه ديال النوامر، عفوا كيكونوا جوج ديال لي ليتر وسبعه ديال النوامر. دات دو ديليفرونس ديال الباسبور، فوقاش خديتي الباسبور؟ مثلا خديتو انا نقولو في لو بروميي اوت وليس بصحيح، هي تسالى لي عاوتاني في لو بروميي اوت 5 سنين، زيد 5 سنين، يعني في 2024. دابا هي كونت وهمي باش كنوريكم كيفاش كتكريي فوتر بروجي. هنا توريزم كاين ايتود، ريزون ميديكال، الى مشى الانسان الله يستر الدواء على شي حاجه ما كايناش المغرب، توريزم، ترافاي، فيزيت فاميليال او بريفي، هذه الى عندك شي فيزيت ديال شي عائله، فيزيت اوفيسيال ولا ديال شي كونغري، ولا فحال دابا ديال شي جمعيه صيفطولك شي فيزيت، يعني صيفطولك شي دعوه، فيزيت اوفيسيال ديال شي جمعيه ولا ديال شي كونغري، او يعني بحال هكا. حنا دابا ما نديرو توريزم، يعني السياحه. موتيف دو سيجور توريزم فيزيت بريفي، صافي كدير سوفغاردي ولا فيريفي، زعما فيريفي هاد لي دوني واش صحاح ولا سوفغاردي، نديرو حنا سوفغاردي. من بعد لا خصني ندير فيريفي، الا بدا خصني ندير فيريفي عاد ندير سوفغارد، ماشي مشكل، نديرو فيريفي صافي. ها هي دابا نديرو سويفون، سوفغاردي حتى كنساليو. دابا نديرو سويفون، كدير فيريفي عاد تعطيك لا مان دير سويفون. فوز افي ان نيميرو دو فواياج كونفيرمي، حيت عندي بهذا واحد اخر ديفيرون. وي ماشي مشكل. دابا انفورماسيون، هنا كما كتلاحظوا كاين سكس، يعني بنت دري. ايتا سيفيل، واش ماريي، واش سيليباتير، واش ديفورسي، واش دونك ندير ماريي. نو السميه ديالك مثلا، الكنيه عفوا، هادي نون دو نيسونس الا كان عندك شي سميه، هادي ما كايناش عند المغاربه، الا كانت عندك شي سميه في عقد الزياد خلاقيتي يعني ما عندناش، نديرو السميه. هادي دابا السميه ديالك، يعني جعفر، يونس، يوسف. دات دو نيسونس، يعني النهار، الشهر، بحال دابا شهر 12،
1900 عفوا 1987 تكتبتش 1987 فين خلاقيتي إلى مدينة ندير فاس بيد نيسانس ماروك بسا هي ماروك ناسيوناليتي ماروكين هادي ناسيوناليتي على نيسانس سي ديفيرونت بحال دابا كاين اللي كيكون عنده باسبور يعني خلق في دولة واحدة أخرى بحال دابا خلق في مثلا خلق في الا كان خلق في اوروبا ما يحتاجش كاع هادشي يعني ما يحتاجش كاع الفيزا نقولوا شي واحد بحال دابا مثلا خلق في بحال دابا خلق في دبي في الامارات في يعني في قطر مثلا كيدير الا كان عنده داك الا كانت عنده لا نيسونس في بلاصه واحده اخرى كيديرها الا ما كانش ما كيدير حتى شي حاجه نيميرو ناسيونال ديدونتيتي هادي النمره ديال لاكارت ناسيونال سي دي مثلا صحاب فاس كتكون عندهم سي دي كوردوني دونك هنا الحومة الكود بوستال يعني هادشي كل واحد كيدير ديالو لا فيل ماروك بيي عاوتاني هادو معلومات يعني عادية نيميرو التليفون 0665 عفوا 0665 85 صافي نديرو تليفون عشوائي هنا كديرو لادريس ايميل بالطبع هذا ادريس ايميل عشوائي كنديرو من بعد ادريس ايميل هنا كيقول لك ريزيديفو دون ان اوتر باي كو سيلوي اكطوال كتقدر تكون يعني انت مغربي ومسائل ودابا راك ساكن مثلا نقولوا في يعني ساكن في تونس ساكن في الجزائر ساكن في دوله واحده اخرى كدير وي الا كنتي ساكن في بلاصه مغرب المغرب ولا كنتي فحال دابا كاينين الناس اللي ساكنين فحال دابا اللي كيقراو في روسيا تقدر دير وي حتى واخا تكون كتقرا في روسيا يعني لابد خصك تاخذ حيت روسيا ما دخلاش في الشنغن يعني خصك تاخذ الفيزا لابد خصك تاخذ الفيزا وتقدر تقدمها غير من روسيا يعني ماشي بالضروره تجي للمغرب يعني كدير وي الا كنتي في بلاد واحده اخرى وكنتي دابا كونجي في المغرب كدير وي بغيتي تدفع على المغرب يمكن لك تدفع حتى على المغرب رجوانيفو ان ممبر دو ريسورتيسون فرونسي هادي الا كنتي غادي تخلط يعني هادي لا فامي الا عندك شي واحد عنده جنسيه فرنسيه كدير وي هادي رجواني فو ان ممبر دو فامي الا كان شي واحد عنده شي جنسيه في اوروبا يعني اليكسكلوزيون دو لا فرانس ما عنده في سويسرا في ولا كونفيدراسيون سويس بحال عنده في بلجيكا في المانيا في هولندا دونك حنا نديرو نو خليهم نو ما عندنا حتى واحد تما هادي activité actuelle ش كتخدم زعما شنو راك خدام دي امبلوي ايتوديون الا كنتي ايتوديون كدير ايتوديون كنتي كوميرسون كدير كوميرسون كنتي يعني ما خدامش كدير شومور كتقدر تدفع وانت ما خدامش خصك الضمانه مع شي واحد امبلوي ندير سيكتور داكتيفيتي فحال دابا مثلا فاش راك خدام مثلا دي انفورما اندير انفورماسيون اي كومونيكاسيون سميه الشركه مثلا ديو اتوس لادريس ديالهم بحال دابا كازا عفوا كازا نير شور نير كازا نير شور هي خاصها تكتب ملاصقة نورمالمون دابا انايا كندير لادريس على الله صافي 20000 كازا خدام في كازا بي ماروك نيميرو التليفون ديال الشركه ماشي ديالك هنا نيميرو التليفون ديال الشركه 05 22 مثلا انا ما عارفش اي كنكتب ادريس ايميل ديال الشركه بحال دابا مثلا atos@atos.ma لا
دابا حنايا تنويو كيفاش دير. صافي كدير سويفون كتشوف واش غيدوز لنا ولا يقول لك داكشي ما خصكش تكتبو ماجي سكريل. لا صافي داز ماشي مشكل، معلومات كافية. هاد المعلومات متعلقين بالفيزا، بالفيزا اللي كانت عندك من قبل. كيقول لك افيفو ديجا اوبتوني ان فيزا شينغن او كور دي 5 ديرنيغ زاني، واش سبق لك خديتي شي فيزا في هاد الخمس سنين اللي دازت التاليه؟ الا كانت اه كدير وي، كانت نو كدير نو، الا ما كنتيش خديتيها كدير نو. بحال دابا مثلا بالحاله ديالي غادي ندير وي. بحال دابا مفوقاش كانت عندك الفيزا، مثلا كانت عندي في 2018 في هاد لادات فلان فلانيه، فوقاش تسالات لي بحال دابا في 2000 مثلا، كاع تسالات لي في 2019 نقولوا عطاوني بحال دابا 3 شهور ولا 5 6 شهور، سالات لي في جوج، سالات لي في 15 ولا في 12 14 ماشي مشكل. فوق ما تسالات لك فوزون برينت، واش ديجا يعني واخا تكون يعني ترفضات لك الفيزا، واخا تكون طلبتيها، يعني كيقول لك واش افيفو اوبتوني ان فيزا، الا كنتي ما خديتيهاش كدير نو، ما خديتيهاش واخا تكون دفعتي، الا ما خديتيهاش دير نو. ولكن لي زومبرينت هنا قال لك واش لي زومبرينت ديالك، يعني تقدر تكون دفعتيها وما خديتيش الفيزا ولكن لي زومبرينت ديالك تخداو. الا كتبوا لك افيفو دير له وي خديت لي زومبرينت ديالي غتعطى، ولكن فين الله اعلم، ما عرفتش انا فوقاش خديتهم، ما عقلتش على التاريخ. يعني دات بريفي سي كونو، كيقولوا لك دات بريفي سي كونو، الا كنتي كتعرفها ما كنتيش كتعرفها راه ما كنعرفهاش. والا كنتي يعني خديتي لي زومبرينت وعطاوك الفيزا، كتكتب هنا النيميرو ديال الفيزا اف ار ا وكدير الكود، ما فيهش 10 ولا ما عرفتش شحال. المهم كدير الكود هذه في حاله الا كنتي خديتي الفيزا، نيميرو دي ديرني فيزا بيومتريك الا كنتي خديتيه. اما الا ما كنتيش خديتي كدير نو، فحال دابا رفضوا لك كدير نو، كدير كدير خداو لك فوتغ امبرينت ديجيتال او ايتي ريليفي، دير له وي لا دات والله اعلم. هادي ما غتعمرهاش اصلا، غتخليها خاويه صافي. تدير من بعد سويفون، هنا هادي دابا فوتغ سيجور. دابا هنا فين كاين دات داريفي بريفي دون ليسباس شينغن، فوقاش عول تمشي لفرنسا مثلا. انا عول نمشي باغ اكزومبل 13 شهر 9 نمشي، فوقاش يعني قلنا قبيله شحال عمرنا من نهار بغيت نجلس يعني حسبت 12 يوم، عمرت 12 يعني داك يعني داك لو نومبر دو جوغ اللي درتو في الاول ما خصوش يكون هنا، ما يكون ديفيرون، خصو يكون هو حيت كاين اللي كيعمر له شي واحد بحال دابا كيمشي عند شي واحد كيعمر له في الزنقه ولا شي تيليبوتيك، سيد ما كيكونش مركز معاك اصلا، هو ماشي سوق، هو ما مسوقش، هو خصو يدير لك هاد لي زيطاب، ولا كتكون مسكينه شي مرا كبيره. المهم الحالات ديال الناس الكبار ما تيدققوش معاهم بزاف، حيت عارفين هما تيعرفوش لهادشي السيستيم وهادشي. ولكن الناس اللي صغار بحال دابا كيمشي عند شي واحد تيعمر له داط كيبقى هي كيقبطو شي. بحال دابا مثلا كنت باغي نمشي 13 يعني خصني نحسب 12 اليوم، يعني نحسبها هنا نحسبها يعني هنا بالكالندري هاد سبتمبر هي ها 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 عندي في 24، يعني داك النهار براسو اللي غترجع فيه كيتحسب، يعني في 24 خصني نرجع. كنبارك عليها. هادي نومبر دو اونتري دوموندي، هادي دير ملتيبل، ما كاينش شي واحد اللي غيعمر اون سول اونتري، انت ما باغيش تدخل غير نوبه، هادي اونتري ملتيبل هما كيعطيو داكشي اللي بغاو. نومبر دو سيجور انفيزاجي اون فرانس بور لاني افونير، قال لك شحال بغيتي تبقى تمشي، شحال بغيتي من نهار تعاود تمشي لفرنسا، يعني شحال تتوقع انك تمشي من نهار واحد اخر لفرنسا. كاين اللي كيدير بغيت نمشي 100 نهار، كاين اللي كيدير 300، كاين اللي كيدير 400، هي شحال ما درتي هادشي، شحال ما درتي هنا هما راهم تيشوفوه على حساب وتيعطيو داكشي اللي بغاو، ماشي داكشي اللي طلبتي. اون جينيرال الناس اللي خدامين مع الدوله بحال دابا مثلا لي ميدسان لي فارماسيان المحامين تيعطيوهم 4 سنين في الفيزا على حسب الباسبور، الا كان عنده باسبور باقي جديد تيعطيوهم 4 سنين في الفيزا. الناس اللي خدامين يعني مع شركات يعني امبلوي ولا بلوتو سالاري، كنقولوا سالاري، لي سالاري ما تيعطيوهمش بزاف، عاده تيعطيو ما بين شهر حتى ل 6 شهور حتى العام ماكسيموم صافي. من بعد كدير اوتر اوبجي دو فواياج، كدير توريزم، هذا توريزم قلنا توريزم
الا كنتي بالنسبه كنتي غادي قرايه راك ايتود راك تكون درتيها ديجا في الاول ريزون ميديكال، المهم داك الخانه قبيله كتعاودها توريزم سويفون. دونك من بعد هنا هاد القضيه هادي اللي مهمه اون بيرسون ماكيو، الا كانت عندك انفيتاسيون ديال شي واحد عارض عليك في هذا دابا ولا نصيفط لك، يعني كتكون اتيستاسيون ديبرجمون اون انتربريز، الا كانت شي شركه فحال دابا مصيفط لك شي انفيتاسيون ولا اورغانيزاسيون. وهنا الا ما كان عندك حتى واحد كدير لوطيل، صافي كدير لوطيل. هنا لوطيل خصك لابد تاخذ يعني دير شي تشيك في شي بوكين، تاخذ بوكين يعني بالكارطه ديال المغرب، كيمكن لك تريزيرفي بالكارطه ديال المغرب، يعني ما يقولكش بنادم لا ما يمكنش، غير يمكن لك بالكارطه ديال المغرب. فحال دابا كدير السميه ديال لوطيل اللي خديتي خصك تصاوبو دابا، لانه هو اللي كيخرج لك في الفورمولير اوتيل سان دوني مثلا، ما عرف كاع واش كاين ولا ما كاينش. ادريس ري مون بارناس. هم دابا شي تنديرو يا الله كود بوستال د فرنسا هو 75 باري 75000، تكون 0 15 هي السونتر، نديرو 0 13 باري فرانس. نيميرو التليفون ديال السي ديال هذا، ونيميرو التليفون ما نعرف، ندير 01 ما عرفتش كاع نديرو يا الله. تيليكوبيور الفاكس ما كانلاش، ادريس ايميل ديالو الا كنتي عارفها، ما كنتيش عارفها ما ديرهاش. هنا فينونسمون دي فري دو فواياج، واش غتخلص على راسك يعني انت غادي امبلو سالاري باردون، الا غادي سالاري يعني غتخلص على راسك كدير باغ موا ميم، الا كنتي كتقرا بحال دابا مثلا ولا باغي يضمنك شي واحد كدير باغ ان اوتر كارو، كدير السميه ديالو بريزيزي لوكيل شكون هو هاد الكارو. بحال دابا مسيو سميتو ما نعرف سميتو مسيو مسيو بحال دابا مثلا كنتي غادي عند شي فرنساوي مسيو ميشيل ضامنك، ولا مسيو بحال دابا مثلا مسيو حميد ما نعرف بنيس ولا شي حاجه بحال هكا، واخا هاد السميه هادي ساكول با صافي كدير مسيو، ولا ما كدير كاع مسيو كدير غير سميتو صافي. يعني هنا السميه ديالو تو لي فريك شنو غيخلص عليك هاد السيت، غيخلص عليك غيخلص عليا كلشي تو لي سي هادو، نمشي عندو غيخلص عليا تو لي فري سيجور وكذا. الا كنت غنضمن راسي براسي عندي بار موا ميم hébergement prépayé, carte de crédit, hébergement prépayé, transport prépayé, hébergement prépayé, il a quand même عدد خلص من الاحسن des autres صافي des autres chèque ou là argent liquide صافي argent liquide غتدي معاك الاورو ما كت ماشي بالضروري تدي لهم داك هذيك ديال الديفيز ديال الشونج هادي بار ان اوتر كارو الا كان يضمنك شي واحد صافي كدير سويفون صافي. هنا كيعطيوك راكوبيلتاتيف، ها هي راكوبيلتاتيف شنو قلنا قبيله، غيعطيوك واحد هنا كيعطيوك هادي باش الا بغيتي تفيريفي شي حاجه بحال باش شي معلومه كانت عندك ناقصه غلطه ما عجباتك شي حاجه بانت لك بغيتي تكوريجيها كيمكن لك تكوريجيها. هنا تيديروا لك جو ديكلار كو تو لي زانفورماسيون سون كوريكت اي كومبليت جو مونغاج ا بورسويفر صافي. هنا كدير بورسويفر الا كنتي مأكد ان كلشي صحاح كدير بورسويفر صافي نديرو بورسويف. انا ما عندي ما ندير اصلا بهذا الكونت، يعني ديجا عندي سميه واحده اخرى قال لك وي قال لك عندك شي حاجه قديمه دير له وي صافي ما عنديش مشكل سي لا بو بروندر ميرسي دو باسيونتي صافي. ها هو كيعطيني هنا فوالا كيعطيني هاد الريسيبيسي، ها هو كيقول لك خصك تخلص 651 درهم جاتك بالدرهم 60 اورو فوالا كيعطيك هذا لو نيميرو هو اللي قلنا مهم. كتمشي للتي ال اس دابا كنحلو تي ال اس كونتاكت يعني في جوجل كندخلوا للتي ال اس السيت ديالهم انا ما عنديش الكونت يعني كان عندي شي كونت ولكن ما عقلتش عليه ما غاديش هذا غنكريه دابا بالزربه. كندخل للسيت ديال التي ال اس هذا ديال كازا بالنسبه انا خصكم تردوا البال باش تدخل انت دخل كاع لجوجل ديك تي ال اس ديال المدينه ديالك باش ما مت... ولا دخل عاد واختار تي ال اس كونتاكت نديرو فاس نيشان باش يدخلني للسيت ديال فاس ما يدخلني لا الوجده ولا كل واحد حيت كاين اللي كيبقى يتقيد ما كيعرفش راسو فين كيتقيد خصك تقرا ها هي فاس بحال القبيله قريتها لقيتها في يعني الفوق مكتوبه كازا هنا فاس ها هي فاس باينه سيدونتيفي الى عندك ديجا الكونت سونجيستري ما عنديش
كانت كري ادريا ادريا رابيدمون ادريس ايميل صافي هي انا عندي ديجا هنا مكتوبه غادي نديرها بالزربه ادريس ايميل تعاودها انا ممكن لك خصك تكتبها ماشي مشكل 88 @ hotmail.com مود باس مود باس ماشي مشكل نديرو اللي كان الى درتي فور كندير انا ديما لا لي تخلو لا ماجيسكول من بعد مينيسكول من بعد كدير شي رقم وكدير بلوس ولا موان المهم شي كاركتر سبيسيو باش باش كيكون عندك الكود شويه مجهد جود خصك تعقل عليه كخيي كيصيفطوا لي واحد الكود كيقولوا لي حقا راه الا كان ما ديجا ما عنديش كريي حيت انا ما عرفتش صافي ها هو لو كود اي تي اوفواي هذا في اكتيفي قال لك دير لي 24 ساعه وتوصلك داك الساعات ما كاين لا 24 ولا حتى شي حاجه يقول لك يقدر يتعطل لك حتى لكاع النهار ولكن هو عامه ما تيتعطلش تيجيني واحد الايميل كنمشي ناكتيفي الكونت وكنولي ندخل له بداك المعلومات اللي عمرت يعني الايميل والمود باس تقدر ديرهم بحال 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 يعني بحال اللي درتي في الفرنس غوفيرنمون بحالو ديرو في تي ال اس لا ميم شوز يعني باش ما تتلفش باش ما تنساش يعني تقدر دير جميع الحالات هو عندي لادريس ايميل تعطلات ها هو تي ال اس كونتاكت جاني كونفيرماسيون دو لونجيسترمون عندي هادشي تقيل شي شويه صبروا معنا الاخوه ها هو غتحل لي كونفيرماسيون غيعطيوني واحد لو ليان هو فين ناكتيفي لو كونط ها هو سمحوا لي ها هو اكتيفي مون كونط كنبك عليها كيدخل لو ليان كيقول لي راه اكتيفي كيقول لي فوتر كونط ايتي اكتيفي فيي فو كونيكتي هذا هو الميساج اللي تيعطي عاده ها هي فو كونفيرماسيون ايتي فيي فو كونيكتي فو كونيكتي بكو عليها نشد هذا ما بقى عندي ما ندير به دابا هنا خصني ندخل الايميل مود باس نورمالمون تي تيدخلهم بار ديفو الا ما كانش هذا ديجا عندي شي واحد قديم يقدر ما يدخلش يقول لي راه ديجا هذا عندك قديم لا ماشي حيت المود باس ماشي هو لو ميم حيت الايميل حيت كان عندي واحد كريي وكان مشي مود باس قديم دونك كنحيدو عندي هذا اللي درت دابا سيدونتيفي غيقول لي واش تسجلو يبقى ديما هنا صافي بغيتي ديرلو ديرلو ميموريزي سينو دير جامي ماشي مشكل هو عطاني موديفي المود باس انجستري صافي انا ما عنديش هاد لي زيتاب ها هو عطاني ان تكريي فاس كريي دوسي هو موتيف دو فواياج هنا كاين واحد النقط مهمه بغيت ندوي عليها فحال دابا هنا كانت ديجا عندك شي فيزا مثلا حيت الا كانت عندك ديجا شي فيزا مثلا الفيزا عاد خديتيها مثلا ما كملتيش فيها ما فتيش فيها مثلا عام مده عام فيزا دو كور سيجور توريزم ها هي فحال دابا في فرنسا فاس دايرين يمكن لك على حسب 6 شهور على حسب عام فحال دابا الا كانت عندك فيزا ديجا عاد مات لك مثلا واحد الشهر شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور حتى 6 شهور عاد مات لك كدير 6 mois كدير رونوفيلمون علاش كدير رونوفيلمون حيت كيجيك رونديفو قريب ما تيجيكش رونديفو بعيد بحال اول نوبه غتاخدها وكيقدر يكون عندك فحال دابا رونوفيلمون عام فحال دابا خديتي الفيزا يلاه خديتيها نقولوا مثلا في 2018 خديتيها مثلا في 7 شهر 7 2018 يعني دابا عليها عام الا كانت في 7 يعني عام وشهر يعني ما خدامه دير توريزم عاديه كانت فحال دابا عندك خديتيها في شهر 8 واخا زايد بشي ايام فحال دابا مثلا زايد بشي 3 ايام ولا 5 ايام ولا كاع حتى 10 ايام ماشي مشكل المهم عام كدير رونوفيلمون الا كانت يعني عام وشهر ما يمكنلكش يعني ما كدير بحال هاد تاع اول نوبه توريزم فيزيت بريفي ولا بروميير دوموند يعني هاد دي بروميير دوموند هي بروميير دوموند كتكون معطل فيها رونديفو الا ما كنتي ما عمرك ما خديتي فيزا خصك دير بروميير دوموند هنا كتبك عليها كتعطيك كونفيرمي هنا هاد الاف اف ريفيرونس نمبر هي اللي قلت لكم عقلوا عليها ها هي هي اللي كيعطيونا هنا في الدوسي باردون هي هادي 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 هي اللي كتحتاج في تي ال اس كتجي لهنا
كيقول لك اعطيني لا ريفيرونس، كتعطيه لا ريفيرونس. هنا لاحظت انها توريزم بريفي، صافي غات سيليكسيونات سميه الكنيه، عفوا السميه، لا دات دو نيسونس. ما عقلتش انا تاع لا دات دو نيسونس اللي درتها، حيت درت وحده غالطه ماشي مشكل، خصك تعقل عليها. كل واحد يدير لادريس ديالو صحيحه. انا دابا حيت درت هادشي كله غلط، 1987 ناسيوناليتي ماروك، نيميرو دو دوكيمون دو فواياج. والله ما عقلت على لي دوكيمون. نتوما خصكم بيان سي ديو ديالكم صحيح، انا ما عقلتش شنو درت كاع، ماشي مشكل. دابا نخربقو كيما كان. نيميرو التليفون، التليفون ديرو اللي بغيتو، صافي ديرو اي تليفون ماشي مشكل. قالك الي فو دون ان دروم استو او ام نو، هادي الا بغيتي تعرف زعما شنو معناتها اكثر، زعما الا كنتي غادي تمشي لهاد لي ديبارتمون هادو اللي هنا. دونك تنديرو نو. ايمي شينغن، تا هما تيسولوك على نفس الاسئله اللي سولوك قبيله، واش ديجا خديتي الفيزا في هاد الاعوام التاليه؟ الا خديتيهم دير لنا لادات ديالهم. دابا انا هادو قبيله اللي عمرت عشوائيا ما عقلتش كاع، الا كانت عندك لادات خديتيها فحال دابا كدير هاد الطابلو هنا حيت ما تعرفش تكتبها. بحال دابا خديتها سيدي في 2016، نعم سالات لي في 23 مثلا، فهذا في 2000 ما يمكنش تكون 3 سنين فيها. كاين اللي كيمكن لا تكون فيها 3 سنين، ولكن حنا نديرو داكشي شويه كويرون. فحال دابا عطاوني فيها شهر، ماتت لي مثلا في 19، خديتها في او ولا خديتها في ديسمبر، ماتت لي مثلا في 31. الفيزا الثانيه الثالثه الرابعه، واش ديجا تسجلوا لي زومبرانت بحال يعني في فرانس غوفيرنمون؟ تعمر نفس الحاجات وي، تسجلوا لي لا دات فوقاش سي اليكوني. تا هما كيقولوا لك الا كنتي عاقل عليه، ما كنتيش عاقل عليه ما ديرهاش. هنا الا درت اف اي غادي، الا درت شي وحده غلطه واقيلا غادي يقول لك هادشي راه ماشي هو هذاك، ولا ماشي مشكل، خلي نديرو المعلومات كما كان. انا حيت ديجا عندي غادي ندير وي. دو يو وانت باسبور ديليفري سيبميت ابوينتمنت سيفريز دو ليفريزون اكسبريس؟ ما نو، ما بغيتش نديرو اكسبريس. سوفغاردي لو بريون ولا سوفغاردي؟ نديرو حنا سوفغاردي كاع. هنا قال لك شنو قال لك؟ قال لك لا دات دو نيسونس اي انكوريكت. علاش؟ ما نعرفتش، حيت انا ما عقلتش على لادات اللي درت لها، ما عقلتش على لادات. وهاد النمره ما صحيحاش، ما نعمرهاش كاع، صافي هاد الاف اي ريفيرونس ما غنديرهاش، غندير سوفغاردي. لو فورما لو فورما ديال لادات اي انكوريكت، حيت ما يمكنليش نكتبها، خصني نختارها من هنا. نعم صافي، حيت كانت غلطه، فهمت صافي. يعني دابا هادشي ما نديروش، غندير سوفغاردي. دابا غيدوز، لا قال لك ريفيرونس دو بيي، هادي هادي ريفيرونس دو بيي خصك تعطي الا كانت عندك لادريس، عرفتي؟ باش ما نتهنى من هادشي غادي ندير نو. يعني افيفو ايتي انغوزيستري، تقدر دير لاوي، ولكن غيطلبوا لك هنا في تي ال اس. تي ال اس ماشي مشكل، تي ال اس ما واخا دير المعلومات ماشي صحيحه 100% ماشي مشكل، غا عندك لو فورمولير هو اللي مهم. اما تي ال اس، تي ال اس دايرين بحال يعني بحال اش خدمه ديالهم، تي ال اس دايره بحال ساتيام، بحال ارامكس ديال ميريكان، يعني كيشدوا لي دوكيومون كيحطوهم لك في لومباساد، لومباساد هو اللي كيديزي. تي ال اس ما عنده حتى شي علاقه بهادشي، تياخذ هاد المعلومات وصافي. سوفغاردي اوكي، قالك الفورمولير سوفغاردا، غيعطوكم دابا لا باج كونفيرمي جو نسوي با روبو. وي جو نسوي با روبو، هادي كتخرج لكم ساعة ساعة، تبقى تمرضكم ما عندكم ما ديرو. دابا يعطيني البورتاي ديال لي رونديفو لي ديسپونيبل، فوالا. قال لك واش تسافر بوحدك ولا تسافر انت شي واحد، يتزاد معك شي واحد في السفر. الا كان غيتزاد معك اجوتي اون نوفيل دوموند، وكتكون ديجا خصك تكون اجوتيتي بيان سور فرانس فيزا. يعني انا دابا بوحدي تندير كونفيرمي. ار يو شور يس كونتينيو؟ انا اصلا ما غادي نشري ندفع لفرنسا، غير كنوريكم المعلومات كيفاش يعطوني. دابا يعطوني الجهه ديال لي رونديفو، نشوفوا لي رونديفو فين واصلين في فاس. 8 9 10 11 12، احنا دابا واصلين وقيله 11، يعني 11 25 وما كاينينش لي رونديفو. 25 في شهر 11 ولي رونديفو ما كاينينش، ماشي مشكل. المهم حتى كيبان لك شي رونديفو بالزاق كتبك عليه، رونديفو
تيبقى حتى هما عندهم رونديفو تيبقى 72 ساعه يعني 3 ايام يعني كيبقى 3 ايام خصك تاخذو الا ما خديتيش داك 3 ايام كيتانيونالك كتبك على رونديفو كيقول لك ار يو شور ابوينتمنت ديرو اوكي صافي كيجيك واحد الايميل كيجيك ايميل بيان سو ان رونديفو تشديتي اف ابوينتمنت ديال تي ال اس كونتاكت كيقولوا لك ها هو رونديفو ديالك الا دازت 3 ايام وما خديتيش تانيولا وكانت هذه هي لي طاب كامله ديال كيفاش تاخذ الفيزا بالنسبه للقنصليه فرنسا اللي هي تي ال اس كما شفتوا هذه الفيديو راه يعني فالابل بالنسبه لاي سنتر كونتاكت ديال الرباط ديال الدار البيضاء ديال وجده يعني فين يعني فالابل ليهم كاملين وبالنسبه للاخوه التونسيين والجزائريين يعني نفس الخطوات اللي كتبع غير نتوما كتختلف يعني بالبلد ديالكم كتبدلوه وكانت هذه هي نهايه الحلقه واخا حلقه كانت شويه طويله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنساوش تابوناو وديروا جيم لاباج يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.